أهلا بكم مشاهدينا إلى برنامج الصحافة اليوم، نتناول فيها أبرز ما جاء في الصحافة المحلية والعربية التي تطرقت إلى مستجدات الشأن اليمني، فأهلا بكم. وكالة خبر طالعتنا بالعناوين التالية: مخبرون حوثيون يتقمصون دور سائقي دراجات نارية يملؤون شوارع أحياء العاصمة صنعاء. ميليشيات الحوثي تقصف بالأسلحة الثقيلة منازل المواطنين في حيس بالحديدة. 13 قتيلاً حوثياً وتدمير دبابتين ومدافع بغارات للتحالف بحجور حجة. أموال قطر توظف مخبرين حوثيين في المنظمات الدولية العاملة في اليمن. الحوثيون يدهمون منازل ويعتقلون شباباً في عطان بالعاصمة صنعاء. نيوز يمن طلعتنا بالعناوين التالية: أسير سعودي مريض مقابل 7 حوثيين لدى المملكة. مكافأة قاسية، جريفيث زار الحديدة بتكتم لكن المتمردين لم يحسنوا ضيافته. المشتركة توصل سيطرتها على معارك الحوثية التي تستهدف حيس. البنوك اليمنية بين قبضة الحوثي الأمنية وعقوبات البنك المركزي بعدن. وكالة الثاني من ديسمبر طالعتنا بالعناوين التالية: قذائف ميليشيات الحوثية على رؤوس المدنيين في حيس بالحديدة لا تتوقف. استشهاد مدنيين بانفجار ذخيرة من مخلفات ميليشيات الحوثية في دمت. عدن تايم أوردت العناوين التالية: متحدث الحكومة وعود الحوثي كاذبة وتحذيرات جريفيث ذر رماد. فتاوى قتل معلبة من إيران لمفتي الحوثيين. التحالف يستعيد جنديا سعوديا كان أسيرا لدى ميليشيات الحوثي. الشرق الأوسط طالعتنا بالعناوين التالية: غوتريش يثمن دعم السعودية للحوار اليمني. ميليشيات الانقلاب تستهدف المراقبين الأمميين في الحديدة. نيران الحوثي تستهدف مدرسة جنوب الحديدة وامرأة في منزلها بتعز. طلب يمني لإعادة فتح الحسابات الحكومية لدى المصارف الألمانية. الحكومة اليمنية تأمل إنقاذ اتفاق السويد في ظل التعنت الحوثية. البيان الإماراتية أوردت العناوين التالية: جمعية الصحفيين في الإمارات تنعي الشرعبية. الشرعية جريمة المخا توظيف حوثي للإرهاب. مصادر للبيان: الميليشيات أطلقت النار على الفريق الهندسي التابع للشرعية. الحوثي يمنع جريفيث من زيارة مطاحن البحر الأحمر. الشرعية تحمل الحوثي مسؤولية إفشال صرف المرتبات. سوف نتحدث في هذه الحلقة عن الفتاوى الإيرانية المعلبة لمفتي ميليشيات الحوثية بالقتل لكثير من يناوئهم، وأيضا سوف نتحدث عن زيارة جريفيث إلى الحديدة التي أحيطت بتكتم شديد وتم منعه من قبل الميليشيات من زيارة مطاحن البحر الأحمر. إذا مشاهدينا الكرام، قبل أن نتحدث عن حلقتنا هذه نذهب إلى فاصل ثم نعود. أهلا بكم مجددا. البداية مع المتصل معي عبر الهاتف الصحفي علي الصراري. أهلا فيك يا علي. أستاذ علي، أستاذ علي. طبعا مشاهدينا الكرام، سوف نتحدث حول ما تم مؤخرا من قبل الميليشيات الحوثية من مفتيهم الذي قام بإصدار فتاوى كثيرة تتعلق بتصفية كثير من المناوئين سواء كانوا نساء أو رجالا، طبعا عبر فتوى معلبة، فتوى من إيران لمفتي الحوثيين ليقوم بالقتل أيضا بشكل
يظهر بأنه طبعا يتبع الطابع الديني، لكنه طبعا من قبل الميليشيات أيضا التي طبعا لا تعرف أرواح المدنيين لها حرمة. إذا مشاهدينا الكرام، حول هذا النقطة أبدأ مع ضيفي في الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي أنور الأشول. أهلا فيك أستاذ أنور. أهلا وسهلا. أهلا. البداية معك حول الفتاوى المعلبة من إيران لمفتي الحوثيين بالقتل. يعني هو الجماعة دريت على كثير من الفتاوى، وهي تعتقد أن كل اليمنيين أصبحوا مستباحة دماءهم إذا لم يكونوا معهم في هذا المشروع الخطير والمدمر لليمن. نعم. فبطبيعة الحال ما الذي نتوقعه أكثر من هذا؟ يعني نتوقع هناك فتاوى باستباحة الدماء. اليوم ما يحدث في منطقة حجور هو نوع من الفتوى التي استباحت كل شيء في هذه المنطقة القوية بأبنائها والقبيلة الشماء. ما يجري اليوم هو نتيجة تلك الفتاوى التي تخدم هذا المشروع الكهنوتي الكبير، والتي هي مستوردة وجديدة على الشعب اليمني. فطبيعة الحال هذه نتائجها ستكون كارثية على المجتمع، وأيضا على النسيج الاجتماعي اليمني، وأيضا على مستقبل الدولة اليمنية الحديثة التي ننشد كل ما يأتي من هذه الحركات الدينية سواء كانت حوثية أو غير حوثية. لا يأتي من وراءها إلا كل الدمار وكل الخراب وهدم الشعوب وهدم الأوطان. نعم. برأيك ماذا لو كانت منطقة حجور هي نموذجا لمعظم نقول المناطق اليمنية التي تحتذي حذوها؟ والله احنا ما نشاهده إلى اليوم وما تأتي وترد إلينا من أخبار من هذه المنطقة التي لا زالت يعني تواجه ببسالة من أبنائها ورافضة لهذا المشروع وهذا التدخل الحوثي السافر في هذه المنطقة التي كانت بمنأى عن الصراعات أصلا، وهي يعني شوكة في خاصرة هؤلاء الكهنوتيين حقيقة الأمر. الأمر الذي دفعهم إلى أن يأتوا بالفتاوى ويأتوا بالمجندين وبالأطفال وبكل ما يملكون من قوة حتى يدمروا يعني هذه القبيلة ويمحوها من الوجود. لكن البسالة والاستبسال الذي حاصل في منطقة حجور يدفعنا إلى كثير من التفاؤل بأنه ماذا لو كانت كل اليمن حجور؟ ماذا لو كانت المناطق المحررة والتي تحت سيطرة الحوثيين، خاصة التي هي ليست حاضنة لهم بالشكل الكبير، أن تكون كلها حجور؟ ماذا لو كانت اليمن حجور؟ كنا في منحى آخر وكنا في وضع متقدم أكثر. نعم. الأموال أيضا القطرية الآن توظف لمخبرين حوثيين في المنظمات الدولية، كيف تقرأ ذلك؟ والله يعني لا يستبعد كثيرا هذا الأمر، وخاصة أن ما يجري الآن من صمت عالمي في يعني هيكلة الأمم المتحدة بمنظماتها الإنسانية، منظماتها العفو الدولية، منظمات حقوق الإنسان، كل المنظمات والهيئات التابعة للأمم المتحدة يبدو أنها تتماهى مع هذا الاتجاه، تتماهى مع ما يقدم عليها الحوثيون. وإلا لماذا الصمت الدولي هذا إزاء ما يجري من مذابح في اليمن، إزاء ما يجري من نكث للعهود، إزاء ما يجري من لا مبالاة بأرواح الناس؟ كل هذا يدعونا إلى التساؤل الكبير، إلى متى يظل هذا الصمت؟ وأين هي الشرعية؟ نعم. وأين هم الأحرار؟ أين هي الحرائر؟ أين هم النخب؟ أين كل يعني فئات المجتمع الصامتة حتى في الداخل؟ ناهيك عن هذه المنظمات التي الآن يعني في ظل تطويل أمد الصراع يعني سيؤدي بنا في نهاية المطاف إلى أن هذه المنظمات ربما تتماهى مع المشروع الحوثي، تتماهى مع كل ما يطرح الآن من يعني أجندات جديدة على الوطن وعلى ما يجري في الحديدة تحديدا. يعني نعم. أذهب إلى ضيفي عبر الهاتف الصحفي علي السراري. علي، الفتاوى المعلبة من إيران لمفتي الحوثيين التي
تمهد له وأيضا تشرع له قتل المدنيين الأبرياء، وكذلك الأموال القطرية التي تصب في المنظمات الدولية العاملة في اليمن لصالح الميليشيات الحوثية. كيف تقرأ كل ذلك؟ بعد الله بالخير مساءكم جميعا ورسالة المشاهدين. نحن تحدثنا كثيرا عن الجهادات التي تمارسها الميليشيا الحوثية الإيرانية في حق المدنيين الأبرياء، وكذلك هي رسالة للعالم وللأمم المتحدة بالذات أن تعرف مدى خطر هذه الميليشيا. نحن نتحدث في هذه اللحظات وهنا تقف من هذه الميليشيات على أحياء سكنية في محافظة، هناك مزيدا من الضحايا، هناك مزيدا من الانجهادات، هناك مزيدا من المأساة الإنسانية، وخاصة في محافظة الحديدة. قلنا مرارا وتكرارا للأمم المتحدة أن تقوم خيرا أو لتسمح. لماذا عندما يتم النصر على كفاءة حفرة أو يعني النصر قريب تمارس تلك الأمم المتحدة سياستها في نقاط تلك المعارك التي تجعل الشعب يتم الحرية ويطعم الكرامة عموما؟ الميليشيا الحوثية لم تتوقف عن الانتهاكات، جاء بالأمس أطلقت النار على الموكب الأممي وعلى الوقت الأممي في محافظة الجديدة. لماذا لا يفهم هذا الوقت الأممي؟ يعني الميليشيا أتت فقط لتوزع الموت وتوزع الإجازات على أفراد الشعب وعلى كل من يقف مع الشعب سواء من الداخل أو من الخارج. الرسالة هي قوية للشعب للأمم المتحدة، أما الشعب فقد فقه وفهم تماما ماذا تريد هذه الميليشيات. اليوم هنا في محافظة تعز هناك جرحى وهناك مصابون وهناك حالة حرجة توزعت على المستشفيات المسكنة من القذائف والسلاح الثقيل الذي يتساقط على الأحياء السكنية باستمرار وكالعادة. نقول للأمم المتحدة عليها أن تدافع عن القرار التي أصدرت منذ بداية القرار 2016 إلى القرار الأخير، وعند الانتداب فنحن لن نرمي الوثائق والمواثيق والمعاهدات الدولية والقانون الدولي الإنساني الذي تتغنى به الأمم المتحدة ليلا ونهارا. لماذا لا تدافع عن تلك النفوذ وعن تلك الأحكام؟ هناك انتهاكات ممنهجة تمارسها في حق الأطفال والمدنيين والنساء من قطع طرقات ومن قذائف تتساقط على كل الأحياء السكنية ومن انتصاف ومصادرة للحريات ومصادرة للممتلكات ومصادرة وقطع للطرقات ومنع المسافرين من التنقل. هذه جرائم حرب وفعلا قد جرائم حرب. اذا كان صدر الامم المتحده وهذا صدر مجلس الامن. نعم برايك علي، الى هل الحل السياسي المتمثل في اتفاقيه ستوكهولم انتهى؟ نعم برأيك هل الحل السياسي المتمثل في اتفاقية ستوكهولم انتهى؟ كم تمررت هذه عن طاولة الحوار أولها مؤتمر الحوار الوطني ومخرجات الحوار اجتمعت طوائف اليمن على طاولة واحدة وخرجت تلك المخرجات لكن مع الأسف الدستور وانقلبت على تلك المخرجات التي تمثل حلا كاملا لليمنيين. الان هل الميليشيا الايرانيه يعني ستنتهك الحل السياسي والحل السلمي؟ هي لا تؤمن بذلك. قلناها مرارا وتكرارا ان الاملاءات ليست من هنا وانما من ايران، هي تبنى على الاتفاق وهو يبنى على هؤلاء الذين يعني وان صحت تعديل العديد الذين في المجتمع هم لا يؤمنون بهذه قوات الشيعة الشرعية والحكومة الشرعية يساعد كثيرا يساعد كثيرا يعني في الحل السلمي وتحافظ على السلام، لكن مع هذا مع الذي استقبل ولم يستقبل والواقع يشهد ذلك، والامم المتحده عليها ان ترفع تقاريرها بصدق وبامانه وبجدارية وتتحدث عن من هو المحرك ومن هو المؤخر لعمليه السلام.
عندما تتحدثين عن سباق السويد، أين هي الأغنية سباق السويد إلى الآن لم تطبق؟ يبحثون عن الجبر ويبحثون عن الشعب اليمني، وقاموا بتغيير ملابسهم من المدنية إلى العسكرية، وقيامهم ببناء الأقدم العسكرية لأنها فرق أمنية بداخل المدينة. على من يبحثون هؤلاء الميليشيا؟ على الجيش الوطني أن يبرز بشكل حديث وأن يحرر كل قطاع اليمن من أجل تخليص اليمن واليمنيين من هذه الحديثة التي انتشرت في الأرض وستكتب ولن تلقى إلا بقوة الله. نعم، أعود إلى ضيفي في الاستديو الأستاذ أنور الأشول. برأيك هل انتهى الحل السياسي؟ هذا السؤال اللي سألت فيه الأستاذ علي المتمثل الآن في اتفاقية ستوكهولم، خصوصا بعد مغادرة كاميرت للحديدة وإعلان الاستقالة. يعني واضح أن هذا الاتفاق ولد ميتا أساسا، يعني وإلا طالما لم يتبعه أي تنفيذ على الأرض فهو ميتا. نعم. وانتهى بنهاية سواء كان باتريك وسيأتي من بعده أيضا مايكل أنكر وسينتهي وإلى ما هنالك، لأن اتفاق ستوكهولم بالعكس وزاد من معاناة اليمنيين وزاد من معاناة أبناء الحديدة تحديدا أكثر. وما نشاهده اليوم هو شيء يعني يخرج عن نطاق العقل والمنطق. يعني نعم. عندما تستهدف هذه العصابة الإجرامية، يعني مطاحن البحر الأحمر أكبر مخزون استراتيجي للغذاء اليمني، وتضرب بكل الاتفاقات والتعهدات عرض الحائط، فهذا دليل قاطع على أن هذه الاتفاقيات سواء ستوكهولم أو غيرها ومن قبلها ومن بعدها وما سيأتي كلها ستذهب أدراج الرياح إن لم يكن هناك فعلا على الميدان. فهذا ما ننتظره، ولكن لا زالت ربما الأيام حبلى بالمفاجآت. لا نتوقع طبعا الكثير وحتى لا نرفع سقف الأمل أكثر، ولكن المقدمات تنبئ عن النتائج. يعني هذه النتائج اليوم يعني حتى التزمين الذي كان يفترض أن يعني يتم فيه تنفيذ هذه الاتفاقية، نعم، خلاص يعني غادرنا هذا الزمن ونبحث عن زمن آخر ومزيد من المعاناة ومزيد من الوقت لإطالة لإطالة أمد هذه الحرب اللعينة، وأيضا لمزيد من الفسحة للحوثيين أن يتمركزوا أكثر، أن يعززوا مواقعهم أكثر، أن يحشدوا حشودهم أكثر، أن يعني وكأن الأمم المتحدة لم تأتي إلا لنجاة هذه العصابة، لم تأتي لنجاة اليمنيين أو أبناء الحديدة أو الميناء حتى إذا صح التعبير. اليوم حتى لم يستطيعوا حتى دخول مواقع لزيارتها في الميناء أو في غيرها في مطاحن البحر الأحمر. نعم، إذن كيف تفسر أستاذ أنور أنه جريفيث يقوم بزيارة الحديدة بتكتم شديد، والميليشيات أيضا ترفض زيارته المطاحن الأحمر البحر الأحمر؟ هي تندرج في هذه المعاناة التي تحدث عنها وتكريس للمعاناة اليمنيين. يعني نعم. يعني المؤشرات تقول بأن لا يلوح في الأفق أي أمل أو بارقة أمل بأن هذه العصابة سوف تنسحب أو تنفذ حتى بندا واحدا مما تم الاتفاق عليه، لا في موضوع الانتشار إعادة الانتشار، لا في موضوع الانسحاب من ميناء الحديدة، بل هناك مؤشرات أو حديث تقول بأن ربما اقتنعت الأمم المتحدة إلى حد ما ببقاء القوة الحوثية في الميناء، قوة الحماية إذا صح التعبير بقيادة المشكي، شخص اسمه المشكي. نعم. يعني واستمرار الوضع كما هو عليه وتجنيب الميناء ويلات الصراع أو ويلات الحرب أو التدمير. يعني الأمم المتحدة نستطيع أن نقول أنها سلمت الحديدة للميليشيات؟ الأمم المتحدة يا سيدتي لم تنجح في أي موضوع عربي يعني من زمن بعيد، يعني من 48. نعم. وهي لم تنجح في أي قضية عربية أو تخرجها إلى النور، فما بالنا في الحديدة؟ بصريح العبارة إيران نجحت أن يكون لها أيضا أن تكون اليمن ورقة في يدها تلعب بها في متى ما شاءت ومتى ما أرادت في ملفات وصراعات نحن
بعيدين كل البعد عنها في ملفاتها الخاصة، في ملفاتها النووية، في ملفاتها في المنطقة في سوريا، والضحية هم اليمنيون. لم تنجح الأمم المتحدة في شيء، وأنا أقول وأؤكد عليه أنه ما لم يستعاد بالقوة وبفوهات المدافع وبطلقات البنادق لن نستعيد لا حديدة ولا غير الحديدة. يعني اليوم القتل والتدمير في مناطق مختلفة من قبل الحوثيين كشر و يعني المنطقة التي الآن استباحتها حجور، هذا وهناك صمت عالمي ودولي حتى تنديد من منظمة أممية لم نشاهده أو نتابعه أو نستمع إليه، يعني دلالة على أنه سوف نعود إلى وضع الصمت، هذا الصمت الذي يعني هو مجحف في حق اليمنيين، وأيضا يمدد أبو حنيفة ولا يبالي، يعني يمدد الحوثي في مناطق يعني كان قاب قوسين أو أدنى من الخروج منها. نعم بالضبط زي ما قلت أستاذ أنور، أنه كان قاب قوسين أو أدنى من الخروج منها، لكن التدخل هنا تدخل الأمم المتحدة تم عبر اتفاق ستوكهولم، إذا فشلت اتفاقية ستوكهولم. فشلت والعرب بدل الحوثية ستستمر إلى ما لا نهاية إذا ظل الصمت العالمي والصمت العربي والصمت الدولي. طيب لماذا لم يتم هنا التدخل العسكري بعد فشل كل محاولات اتفاقية ستوكهولم وتسليمين أسد؟ أصحاب الحل والعقد في الشرعية يبدو لهم رأي آخر، وهناك عليهم ضغوط كثيرة جدا، آخرها كان ضغط الأمين العام يتدخل شخصيا عند ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، كما قرأنا في الأخبار وقرأنا عناوين الأخبار بأنه يعني بما معناه أنه يتم الضغط على الشرعية والحكومة للاستجابة في الاتفاقات وتنفيذ هذه الاتفاقات. أمر غريب يعني، وازدواج في المعايير وكثير من يعني اللامنطق يعني وجدناه في هذه الكارثة وهذه المأساة اليمنية. نعم الآن متحدث باسم الحكومة الشرعية يقول أنه طبعا الميليشيات الحوثية كاذبة، وكذلك اتفاقيات وتحذيرات غريفيث مجرد ذر رماد. برأيك لماذا هذا التصريح؟ صحيح أنا أتفق معه تماما، يعني هو ذر الرماد على العيون حتى يعني تهدئة لأي حراك أو أي تفاعل أو أي انجرار لما يسمى بين قوسين تحرير أجزاء جديدة في الحديدة، وتنبيه وتحذير إلى حد ما، وهو كله يعني كلها تندرج قلت لك ومجرد ذرة رماد على العيون، وتندرج في إطار الصمت ضد كل ما يجري في الميدان من قبل هذه العصابة. لاحظ يا سيدتي أنه إلى الآن لم يتم الإعلان صراحة عن الطرف المعرقل إلى هذه اللحظة، يعني لم نعرف هل المعرقل الحوثيون، هل المعرقل الشرعية، هل اليمني معرقل الذي هو الضحية، يعني هل هو معرقل، هذا هو يعني هذه الأفكار وهذه المواضيع لم تظهر على السطح إطلاقا. هناك تواطؤ واضح وصريح، وسواء مغلف أو حتى على الطاولة واضح أن هناك يعني من يريد للمنطقة أو للحديدة ومينائها وهذا الساحل المهم يعني استمرار المعاناة فيه، واستمرار أيضا تكبد الخسائر تلو الخسائر في هذه المنطقة المهمة جدا. نعم. يعني مصالحنا كيمنيين تدعونا إلى أن نقف من جديد تحت لواء واحد، تحت صف واحد، تحت قيادة واحدة، من أجل مواجهة هذا المشروع الكبير، من أجل هذا المخطط الإجرامي الكبير في حق اليمنيين أولا وأبناء الحديدة ثانيا وكل المناطق اليمنية. اليوم نحن أمام كارثة كبيرة اسمها الأمم المتحدة التي لم تقدم يعني لم تكن حتى على حياد في وساطاتها. يعني لاحظي باتريك عندما رفع صوته عاليا وقال بأن يعني أساءه كثيرا ما يجري على الميدان وحاول رفع تقرير، ما الذي جرى؟ جرى أن غريفيث يعني ذهب بثقله ليعزل أو ليستبدل بدله شخصا آخر. لا. وسنظل في هذه الدوامة شخصا، والله لو يأتوا خبراء الأمم المتحدة جميعهم لن يقدم الحوثي خطوة إلى الأمام فيما تم الاتفاق عليه. نعم أذهب مرة أخرى إلى ضيفي عبر الهاتف الصحفي علي الصراري. علي الآن
اتفاقية استوكهولم لم ينفذ منها شيء، برأيك ما الحل العسكري برد مناسب؟ هل حان وقته الآن؟ وكيف يمكن أن يتجنب نقول القادة العسكريين الضغوطات السياسية للبدء بهذه العملية؟ كلما زادت الضغوط وكلما تدخلت الامم المتحده في قضيه معينه زادت الماساه الانسانيه، وما نشاهده في محافظه جديدة وفي محافظه اخرى وفي محافظه حجه ما هو اذا كان بسيطا لتلك الممارسات. عندما انتقلت الامم المتحده حفر حفر امام تقدم الصين وامام تحرير نتبع قول هنا بان الميزانيات ازدادت سوءا يوما بعد يوم. الانتهاكات في الفساد وبيده هي في عمل بتكليف اعمال محرمه. عندما تتعامل مع الأمم المتحدة. نعم، شكرا جزيلا لك الصحفي علي أسراري. أعود لك أستاذ أنور، بما يخص الآن الزيارات لجريفيث، برأيك لماذا تم التكتم عليها برغم أنه كان المفترض أن تكون هذه الزيارة معلنة كسابقاتها؟ هو ليس تكتما، هو تم الإعلان عنها حقيقة، ولكن ليس على استحياء، يعني تم نعم. الإعلان عنها ولكن على استحياء، لم تكن بذلك الحجم من أخذت من الأخبار حتى نقول أنه تم التكتم عليها. يعني في الأخير هناك شواهد كثيرة بأنه زار الحديدة وحاول ينقذ ما يمكن إنقاذه أو حفظ ماء وجهه أمام يعني اتحاد التحالف أو أيضا أمام الدول الراعية للسلام في اليمن. ولكن الأهم من هذا أنه لم يقدم شيئا، يعني حتى هذه التحذيرات أو التنبيهات للحوثيين بأنهم يعني لابد أن يبدأوا بتنفيذ هذه الاتفاقات، هي كلها كما ذكر ناطق باسم الحكومة أنها مجرد ذر الرماد على العيون، لأنه لم نجد شيئا ملموسا نستطيع نتكئ عليه بأن المرحلة القادمة ستنبئ بأشياء جديدة يعني. ولكن الأهم من هذا أنه الآن ما هي النتائج الذي حصدناها نحن كيمنيين أو كقوى سياسية أو كحكومة شرعية أو من هم يعانون أكثر؟ شرعنا للانقلاب الحوثي يعني تخبط واضح للأمم المتحدة في المنطقة، تعنت حوثي أكثر، تعزيزات حوثية في الحديدة أكثر فأكثر بينما كانت على وشك التحرير التحرر من هذه العبودية الحوثية، يعني فقدان المصداقية للأمم المتحدة ولممثليها في اليمن سواء لدى الشرعية أو لدى حتى الشارع اليمني، كل هذه هي نتائج للأسف نتائج ستوكهولم. يعني من كان بالأمس نعم، إذا كانت هذه هي قلت لك نتائج استوكهولم، إذن لماذا لا تزال الحكومة الشرعية تعلن أنها لا زالت تأمل بإنقاذ اتفاقية استوكهولم أمام التعنت الحوثي؟ هو يعني ربما خشية أيضا من كوارث أكبر تتعلق بالتكلفة البشرية أو الكلفة البشرية في الحديدة، ومحاولة إلى حد ما إلى الرمق الأخير أن تتماهى مع ما يذهب إليه جريفيث وما يريده من خارطة طريق إذا صح التعبير يمضي بها في الحديدة لتجنب هذه الكارثة وهذه التكلفة البشرية. هذه الكلفة البشرية هائلة إذا ما حصلت في الحديدة، ولكن كان بالإمكان أن يتم هذه التكلفة البشرية إذا ما ظل الحوثي ضعيفا في الحديدة. الآن ربما ستضاعف الكلفة البشرية على اعتبار أنه تم التعزيزات، تم حفر الخنادق في محافظة الحديدة أكثر، زرع الألغام بشكل مهول وأكثر وأكثر، اليوم ربما حتى البحر الأحمر يعني غص بالألغام،
بكثير من هذه الألغام والمتفجرات التي ستودي بحياة أكثر والكلفة أكثر للقوات المسلحة من حراس الثورة والجمهورية ومن القوات المرابطة هناك، ومن أيضا إذا هناك أي تدخل من قوات التحالف. أيضا المواطن اليمني اليوم الذي يدفع ثمنا باهظا في كل مكان يرتاد إليه بانفجار لغم هنا أو عبوة ناسفة هناك، هذه الكلفة البشرية أيضا معمول حسابها، وتذهب الشرعية وتذهب الحكومة ربما في خط حتى والتحالف من ورائها حتى لا يقال بأن الدماء يعني هم سببا في هذه الكلفة البشرية الهائلة التي إذا ما حصل أن يعني خرجوا عن ما يتم الاتفاق عليه. ولكن ننظر ونتابع ونأمل وإن شاء الله إلى مخرج. نعم، نقول مراقب دولي يذهب وآخر يأتي إلى الحديدة التي هي تعتبر المركز الأحداث حاليا في اليمن، برأيك ماذا لو فشل المبعوث القادم؟ يعني أنا ما حاول أفهم السؤال أكثر. يعني المبعوث الآن باتريك قدم استقالته وذهب. باتريك خلاص الآن نعم، هو هناك المبعوث الجديد يعني. نعم القادم الجديد الآن في حالة فشل أيضا أو قدم استقالته كما قدمها باتريك، يعني ما الذي سوف يحدث؟ هل تستمر هذه آخر اللعبة؟ العلاج آخر العلاج الكي آخر العلاج الكي لا يجد مناص، لا يوجد مناص كما قال محافظ الحديدة، يقول بأنه الحسن الطاهر يعني قال إن الصمت الأممي على جرائم الحوثيين هو مشاركة في مزيد من معاناة اليمنيين وأيضا تدمير اليمنيين والمدنيين، يعني إذا هم الضحايا والذي الذي يدفعوا فاتورة هذه الجرائم وهذا الصمت. فالخيار العسكري هو الحل الأخير، يعني لا يوجد مناص إلا الخيار العسكري وإن كانت تكلفته كبيرة. فأمرك هذا لا يوجد أمامه إذا أرادوا أنهم يقمعوا الحركة الحوثية ويفرضوا سيطرة حقيقية على محافظة الحديدة. ما لم فسيظل الوضع كما هو، ويتماهى تتماهى الشرعية والحكومة مع ما يذهب إليه مستر جريفيث وأيضا من يأتي سواء جريفيث أو من يأتي بعده، كما حصل مع ابن عمر، كما حصل مع والد الشيخ، كما حصل كل هذه كانت مجرد يعني تداعيات تلو الأخرى يدفع ثمنها الشعب اليمني، يعني بدءا من ابن عمر وابن الشيخ. لماذا لا تطالب مثلا الحكومة بتزمين مؤقت لنقل المراقبين الدوليين الآن بعد ذهب كان كامر. هناك تزمين يا سيدتي، كان هناك تزمين وكنا واستبشرنا خيرا حقيقة، يعني وتفاءل كثيرون، وبعض المحللين قالوا أنها الضغوط هذه التي ضغوط الطوارق إذا صح التعبير، ضغوط الجيش المرابط في المحيط بالحديدة والذي ضيق الخناق هو من أوصل الناس إلى ستوكهولم. ولكن ما الذي جرى؟ جرى أن ستوكهولم شرعنت للحوثي ومددت له الفترة الزمنية بحيث أنه يعزز من موقفه العسكري أكثر فأكثر بينما كان على شفا حفرة من نار. اليوم هذا الذي حدث، هذا هو الموقف اليوم في الميدان، يعني شرعنت للحوثي وقدمت له تسهيلات وأيضا جعلت منه ندا، ليس انقلابيا ولكن ندا، يعني كطرفي صراع الآن، يعني حتى في حديث بعض يعني مستر جريفيث وغيره من بعض المنتمين إلى الأمم المتحدة بأن حتى في بعض التصريحات من بعض الدول يعني أن يعني هناك طرفي صراع، يعني ليس فئة انقلبت على حكم وعلى دولة وعلى شعب واستولت على الحكم بالقوة وبقوة السلاح وبسفك الدماء، وطرف آخر يحاول أن يستعيد الدولة التي فقدها ويحاول أيضا بقدر الإمكان أنه يحافظ على يعني وحدة اليمن واتحادها ومناطقها في إطار واحد. هذا ما يحدث اليوم في الميدان وما جاري في الميدان اليوم، يعني نحن أمام حقيقة كارثة للأسف يعني تسمى الأمم المتحدة وأكررها. طيب إذا كنا نعتبر أنه الآن
نقول يعني معظم من يشاهد الوضع في اليمن أو الحاضرين طبعا في هذا الشأن هم الذين يعلمون ما يتم في طبعا ليس بشكل مباشر، ولكنهم يعلمون حتى لو متأخرا ما يتم عبر الأرض وكذلك ما ترتكبه الميليشيات من مخالفات. برأيك لماذا لا تقوم الحكومة بنشر ما يحدث بشفافية أمام الرأي العالمي؟ لأنه لم يعد هناك مصداقية إذا صح التعبير يعني إلا لجريفيث في الأمم المتحدة، بريطانيا من ورائه. يعني أنت تتحدث اليوم عن بريطانيا واحدة من أعضاء مجلس الأمن الدولي، عضو رئيسي، وهي راسمة السياسة في الكرة الأرضية كلها. من يقف وراء جريفيث؟ بريطانيا العظمى. اليوم جريفيث هو تقريره أكثر مصداقية مما يقدم، مما يشاهد، مما يتابع، بينما العالم يرى ويشاهد ويعرف من هو المعرقل ومن يقف حجر عثرة أمام كل خطوة إلى الأمام في اتجاه السلام في اليمن. فأي شيء يكتب أو يرفع لا يرفع ولا يصدق إلا عبر جريفيث. والدليل له عندما رفع مستر باتريك تقريره، ما الذي حدث؟ أقصي من مكانه لأنه قال كلمة ربما صحيحة، حق، كلمة حق قالها، فكان العقاب أنه تخلى عن المهمة ويأتي غير يعني باتريك، وربما بعد باتريك، وسيكون المشهد كما هو عليه معقدا في هذه المنطقة إن لم يكن هناك خطوة جريئة وقوية سواء من دول التحالف ودعمهم للشرعية بأكثر مما يجب. الشرعية أيضا تحدد موقفها الواضح والرسمي والصريح أنه لا حوار قادم إلا بعد أن يتم حلحلة هذا الملف في الحديدة وتنفيذ الأجندة التي تم الاتفاق عليها، وأيضا هناك تزمين لهذا الاتفاق. ما لم معنى هذا أننا سنعود إلى نقطة الصفر من البداية ونعود إلى تلك المعاناة، وسيعود الحوثي مؤزرا ومنتصرا ومنتشيا، وأصبح وخطف أيضا ما يسمى بالاعتراف المبطن بوجوده ككيان. نعم، في حالة الاعتراف ليس المبطن وإنما في حالة الاعتراف الواضح ببقاء الميليشيات في الحديدة ومينائها أو في جزء من الحديدة ومينائها، ما هي ملامح ذلك؟ ملامح أنه مهددا للملاحة الدولية، مهددا للتجارة العالمية، مهددا لأبناء الحديدة، مهددا لكل شيء، يعني أيضا معززا لاستمراره وتطويل أمد الحرب، لأن الحديدة هي يعني بيض الدجاجة التي أو الدجاجة التي تبيض له ذهبا. يعني أنت تتحدثي عن مداخيل مهولة من هذا الميناء كلها تذهب إلى الجبهات لتعزيز الجبهات وإلى شراء الأسلحة وإلى أيضا شراء الذمم. حتى شراء الذمم في كما تابعنا في كثير من المناطق يعني كلها تدفع بأموال طائلة. هذه الماسورة التي تدر الذهب أو هذا المنفذ الذي يدر على هذه الجماعة بالأموال، نعم، لو في حال لو انقطعت ما الذي سيجري؟ يعني سيجري أن منبع رئيسي لتمويل الجبهات واستمرار القتال سيخف، ومحاولة أيضا لكسر هيبة الحوثيين في هذه المنطقة وأيضا لتقهقرهم أكثر فأكثر في المناطق الجبلية اللي هم يتحصنون بها. نعم. فمسألة الحديدة كانت مسألة خطيرة وهامة جدا في تحريرها، ولكن كيف تم قراءة الوضع وكيف وصلنا إلى هذه النتيجة هذا للأسف يترك لمن تواطأ ولمن مرر المشروع ولمن لا زال يعتقد أن الحوثيون ببساطة سيسلمون، أو يعتقد واهم بأنهم سيسلمون أنفسهم أو سيسلمون الميناء أو سيسلمون أو سيستجيبون حتى إلى هذه المطالب وهذه الاتفاقات التي تم الاتفاق عليها. نحن أمام مشهد معقد، والمشهد هذا المعقد لا يمكن حله إلا بالضربات القوية، بالمواجهة الحقيقية، وإلا فإننا أمام دولة يعني
كارثية ثقافيا واجتماعيا وسياسيا وحتى عسكريا، لأنها مجرد عصابات وتريد العودة بنا إلى ما قبل التاريخ. هذه كارثتنا في اليمن اليوم. فأين هم الأحرار؟ أين هم أصحاب الحل والعقد؟ أين هم قادة الرأي وأصحاب والأحزاب التنويرية التي تستطيع أن تحرر، تغير هذه المعالم، تغير هذا الواقع؟ يعني هذا الواقع لابد، لأنه الحوثية هي الطارئ. نعم. وما هو موجود هو الواقع. فهذا الطارئ لابد أن يزول وسيزول، ولكن بعد تكلفة بشرية هائلة. لماذا هذه التكلفة البشرية هائلة ونحن نستطيع أن نقصر الطريق في كثير من المحطات التي يجب أن نحافظ عليها وكثير من الإيجابيات التي يمكن أن نخطو بها إلى الأمام؟ شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي أنور الأشول، وأشكركم أيضا مشاهدين الأكارم على حسن المتابعة، وحتى الملتقى أترككم في أمان الله وحسن عنايته.